السلام عليكم واهلا وسهلا بكل الصبايا الحلوين اللي عم يتابعوا قناتنا صبايا كيوت. حقدم لكم صبايا بهالفيديو طريقة نقش الحنة على الايد بطريقة احترافية. قبل ما نبدا حبايبي بمتابعة الفيديو، بتمنى من كل الصبايا الجداد تشتركوا بقناتنا ويعملوا لايك للفيديو، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس ليصلكم من القناة كل جديد. وهلا حبايبي تابعوا الفيديو خطوة بخطوة لتتعلموا اجمل نقشات رسم الحنة على الايد، وما تنسوا تعطوني رأيكم بالتعليقات.